مرحبا. الماء الساخن والحرارة، الجو، حرارة الجو. طبعا نحن في ولاية فيرجينيا الأمريكية، وبالتحديد مدينة بلاكسبرغ. الجو رائع جدا، كما ترون طبيعة خلابة جدا، ورانا نهر، مياه عذبة، منطقة هذه كلها كنا غابة، منطقة رائعة جدا، والأمطار وسخات الأمطار. طبعا جو جدا جميل، لكن هناك في أماكن يكون جو حار جدا. في معتقدات خاطئة عندما الناس يقولون جو حار، يجب أن نتناول مشروبات شديدة البرودة مضافة عليه بمكعبات ثلجية كالماء شديد البرودة وسوائل أخرى. لكن هناك دراسات علمية أثبتت بأن عندما تتناول المياه الباردة شديد البرودة يحصل انكماش شرايين الدم. طبعا هذا ما يحصل، حتى الجو يكون بارد جدا يحصل ارتجاف يعني، فبالتالي اعصاب. هذا هيكون نتيجه لانكماش شرايين الدم. لماذا؟ حتى لا يفقد الجسم الحراره، لا يفقد الطاقه، فحتى يستطيع يحافظ على الطاقه، والحراره هي مصدر الطاقه. لما يكون الجو حار جدا يحصل تمدد شرايين الدم مثل التمارين الرياضيه وكذا، والجو الحار شديد الحراره، فتتمدد شرايين الدم. لما تتمدد شرايين الدم فيحصل تدفق الحراره الزائده من الجسم الى الخارج عن طريق تعرقه، وعن طريق وبالتالي اخراج هذه الحراره الزائده، وبالتالي التاقلم مع الجو الحار شديد الحراره. والماء الساخن ايش يفعل هنا؟ الماء الساخن يغذي الخلايا بالماء وينقل الطاقه بشكل طبيعي الى الجسم عن طريق يعني بالرجوع الى القانون الديناميكي للحراره. طبعا قوانين ديناميكيه للحراره مثل القانون الاول ديناميكيه للحراره، الطاقه لا يمكن تدبيرها او لا يمكن خلقها، بل الطاقه تنتقل من جسم الحار الى اقل حراره او جسم البارد. فالماء الساخن اعلى طبعا درجه حراره الماء الساخن الذي نوصل يعني عن حراره الجسم. فبالتالي عن طريق تناول الماء الساخن، طبعا هناك طرق علاجيه كثيره وصحيه، فوائد صحيه للماء الساخن. طبعا الاساسي هو شرب ما يعادل بالنسبه للكبار 3 لترات من الماء الساخن يوميا ببرنامج معين، وبالتالي يحصل تدفق الطاقه من الماء الساخن الى الجسم، وتتدفق الحراره الزائده عن طريق اخراج هذا عن طريق التعرق. بالتالي تستمتع بالجو وبتستمتع بالماء الحار اثناء الجو الحار. لكن لما تشرب المشروب شديد البروده مكعب مضافه بمكعبات الثلجيه، لما يحصل انكماش شرايين الدم فيحصل اصطدام بين الجو الحار جدا والجسم، لما يصير انكماش شرايين الدم فالحراره تبقى محتفظه داخل جسمه، فالجسم لا يستطيع يتخلص من الحراره الزائده. فلذلك تجدون الناس الذين يشربون مشروبات شديده البروده في الجو شديد الحراره يحصل عليهم اغماء، ويحصل طبعا نزيف الدموي من الانف، لان النزيف هو بدايه دخول مرحله جلطه. فلماذا؟ لان يحصل كانكماش، فالجو الشرايين يعني الدم تمنع تدفق اخراج هذه الحراره الزائده، فيحصل اصطدام، وبالتالي يحصل نبضات قلب تزداد وتدفق القلب، ويحصل طبعا الجلطه، وطبعا ارتفاع ضغط الدم والاشياء ومشاكل صحيه اخرى. فاستمتع بالماء الساخن مهما كانت درجه حراره الجو، سواء شده البروده او شده الحراره، فانت تستمتع بالماء الحار حتى يحافظ جسمك على حرارته معتدل، وهو بمعدل 36.5 الى 37 درجه مئويه. بارك الله فيكم، نتمنى لكم الصحه والعافيه والعمر المديد.